ابن سعد قال ودوا للعيال ماي اطفال زين عطشانين ما اقول مار عليهم ثلاث ايام اقول يوم لان ما عطشت هاشميه يقول الامام زين العابدين ما عطشت هاشميه وعمي العباس بس عطشنا من راح ابو فاضل هو حر والصيف وحر شوف الاطفال هاي طمانه والرضيع ذبحوه على قطره ماي فهو عطشانين وجابوا لهم ماي تتصور راح تصير لمه على الماي جنة تزاحم كذا يقول خلوا الماي ولا واحد قام من الاطفال الله حتى تعجب هذا الساقي يقول قالهم تفضلوا شربوا الماي قامت رقية طفلة صغيرة وهي رقية من درس اي ركبت رقايا على السقل قالت نجف يا سقل وتاخذي الماي وترد يون الرماح تمشي ويا هاليوم ثالث وهالدي عطشان ما شايب ما بجفوفي اغرف لها العذيب بلشي اراوغ ليلة اغرف الماي ولوم شاد من هيتها يتبدل وما بين ابوها والسقا تجيب الدروب وتغير ركبت رقية على السقال وتقول نجف يا سقال لو تاخذ الماي وترد يون الرمح اليوم ثالث والدي عطشان ما شاف بجفوف يا غرف للعذب بلشي اروح خينا تغرف الماي ولو مش